مواجهات ربع النهائي. ربع النهائي هيكون تونس والكونغو الديمقراطية، أنجولا مع الرأس الأخضر، مصر مع الجزائر، المغرب مع غينيا. لو سألتك عن تونس والكونغو الديمقراطية، لا ما فيش. تونس طبعا تونس طبعا، يعني تونس المباراة هتبقى كونغو، يعني هتبقى برضو هي ربع ساعة 20 دقيقة في البداية، وبعد كده الماتش يعني هتبقى لصالح تونس يعني. النتيجة هتفتح لتونس. طيب طبعا وأنجولا والرأس الأخضر؟ انا شايف ان انجولا مصر والجزائر. لمصر ان شاء الله، عشان نسأل طبعا دي ما فيش تمنيات كلام بقى وحاجات طبعا. كتير. طيب المغرب وغينيا، كابتن عسل ما انا هروح له في الاربع مواجهات، انا هروح له في الاربع مواجهات. انا خد اقول بالك ان غينيا كسبت الجزائر. لا، ها المغرب المغرب المغرب. المغرب طيب كابتن حسن، هو زي توقعاتكم بالظبط ها يعني، تون، الا لو حصل مفاجآت يعني، بس هو في الغالب انا نفس بالنسبه لي التوقعات. ممكن يحصل مفاجاه في المغرب وغينيا، ممكن. بصي، هو في حاجة أنا كنت بتكلم فيها مع الكابتن طارق، إن في اتنين كانوا في منتخب فرنسا، ها اتنين موجودين لعيبة في غينيا، ها كانوا في منتخب فرنسا ها لحد 3 سنين فاتوا، بعدين راحوا فاللعيبة دي غينيا. بيلعبوا دلوقتي. فأنا سألت الكابتن طارق، قال في منتخب غينيا. لو اوكي موجودين في منتخب غينيا دول مثلوا منتخب فرنسا، فأعتقد هيبقوا عاملين طفرة في أداء أي فرقة هم يلعبوا بدليل فيها. انهم كسبوا باك رايت، الجزائر. باك رايت وباك ليفت، هما اتنين اخوات. يعني بالظبط، هما الاثنين اخوات، الباك ليفت والباك رايت، دليل انهم كسبوا الجزائر. دي مفاجاه ان انت النهارده غينيا تكسب الجزائر. عشان كده بقول ان غينيا هي دي المباراه اللي ممكن يبقى فيها مفاجاه. مع يعني انا معاكم في كل التوقعات، اقول انا كمان توقعاتي جت عليا. انا شايفه انه يعني تونس تكسب، انجولا تكسب، ان شاء الله مصر هتكسب. وحاسه ان هنا يعني طبعا كل تمنياتنا للمغرب انها تفوز طبعا بالتاكيد، طبعا. ولكن حاسه المباراه دي هتبقى صعبه او فيها مفاجاه شويه، ولكن تمنياتنا انا عايز المغرب اقول باذن حاجه على الله. المغرب. المغرب طبعا كابتن طارق شكرهم، وانا كمان بشكرهم، لان انا اعرف مدربهم كابتن بحديوي. الراجل ده عاش في فرنسا كتير ودرس في فرنسا كتير، وبيحاول ينقل الفكر لمنتخب المغرب. شفناه في بطولات افريقيه فاتت مادي بشكل كويس قوي. النهارده التلت ساعه اللي لعبوها بشكل كويس، انا فرقه المغرب لما اتفرجت عليها الشوط الاولاني بيلعبوا هاندبول. يعني ايه بيلعبوا هاندبول؟ صح. عندهم حلول، عندهم اداء، عندهم حراس على مستوى عالي جدا، صدوا كتير الشوط الاولاني مننا، ودفعهم. مش قصه ان هو احنا وحشين وهم عشان كده كويسين، لا، هم كانوا ند لينا اول 20 دقيقه. صح. فشايف في الملعب في شغل، في تكتيك بيتعمل، في جري سريع، في عملوا علينا مرتين ثلاثه سنتره سريعه، جريوا علينا مره اتنين فاست بريك، في تجميع في الشغل عشان باك يجي يشوط براحته، بيعمل دبل كروس عشان بعد كده الاثنين يطلعوا يقابلوا بيبقى دايره فاضي. كل ده شغل هاندبول. طيب. لكن نرجع بقى، هم ما كملوش ليه؟ ما كملوش علشان المستوى البدني، زائد في حته لازم يتخطوها. النهارده احنا كنا بنقول ايه؟ انا مغلوب واحد او اثنين، ما ينفعش يبقى ثلاثه، لازم تركيزي يعلى. النهارده حته انا فرقه المغرب زي ما بيقولوا كده ايه؟ رموا طوبه الماتش خلاص، الماتش فتح سته وزل 15. كانوا مؤديين بشكل كويس، لكن اتمنى الفتره الجايه عموما لكره اليد المغربيه ان اللعيبه تبقى يعني كواليتي اعلى من كده في الاوقات الصعبه. ان انت مش مشكله ان انا اتغلب ثلاثه واربعه وخمسه، ما انا ممكن ارد اثناء الجيم، لكن ما ينفعش الخمسه يبقوا 10. صحيح. فاهماني؟ صحيح. طبعا قصه ممكن منتخب مصر اثر في ده البدائل كمان. اكيد طبعا. البدائل طبعا. طبعا احنا برضو هو انا بتكلم في ايه؟ هم النهارده كانوا بيلعبوا منتخب مصر. منتخب مصر اصلا في الهاندبول في حته ثانيه. لكن ما ينفعش يحصل ده مع منتخب غينيا. يعني المغرب لما تيجي تلعب منتخب غينيا، نفترض ان الماتش 1-2، مش هيحصل زي ما حصل مع مصر، لان الكواليتي بتاع لعيبه مصر عالي جدا جدا جدا، بعيد عن البطوله اللي احنا فيها. فالطبيعي ان المغرب ما يحصلش كده مع غينيا، ما يبقاش مثلا وارد ان انت تبقى خسران في الماتش 2 ولا 3. ما ينفعش ترمي الماتش. هتقدر ترجع. لا، لازم ترجع بقى. بالظبط. هنا دي نوعيه لعيبه، لازم ترجع. بالظبط بالظبط. طيب خلينا قبل ما نروح لنص النهائي، خليني بس اقول مواجهات ربع نهائي بطوله افريقيا اللي هي كره اليد، هتكون غينيا والمغرب الجمعه الساعه 12:30 الظهر، تونس والكونغو هتكون الجمعه الساعه 3 الظهر، انجولا والراس الاخضر هتكون الجمعه الساعه 5:30 مساء، واخيرا مباراه منتخبنا الوطني امام الجزائر هتكون الجمعه الساعه 8 مساء باذن الله.